انا اول مره احضر في مهرجان مراكش بتتم دعوتي يعني، وطبعا لبيت الدعوه على طول لانه انا من عشاق المغرب كدوله وكشعب. فده غير بقى طبعا القيمه الفنيه للبلد نفسها، وانه فيلم بوي بوي بيمثل مصر في مهرجان مراكش وتم اختياره انه يتعرض في المسابقه الرسميه هنا، ودي حاجه بتزيدني سعاده جدا 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 يعني. I was hoping يعني انا كنت اتمنى طبعا، بس الحمد لله رب العالمين ربنا حقق لي الامنيه، ويا رب تبقى تاني وتالت ورابع مش اخر مره يعني يا رب. انت شفت الافلام المعروضه؟ انا لسه واصل امبارح للاسف لاني كنت بصور، واول ما خلصت جيت على طول، فهبتدي من النهارده ان شاء الله. اتمنى من كل قلبي، لانك ذكرتي تجربتين من اعز واقرب الاعمال لقلبي يعني بدون ذكر اسماء، 2013 وهذا المساء 2017. فاتمنى من كل قلبي ان افضل اعمل حاجات تعجب الناس وتعلم معاهم وتديني انا فخر وحب وسعاده واستمتاع، لانه انا بشتغل علشان استمتع ودي اهم حاجه عندي. فاشكرك اولا على انك يعني قلتي حاجه زي ديت، ثانيا اتمنى من كل قلبي انه يحصل ان شاء الله قريب. الجمهور قال ايه لما شاف الفيلم؟ لا الحمد لله ان الرد فعلا كان رهيب رهيب رهيب، لا ضحكوا كتير الحمد لله رب العالمين، وكان مبسوطين جدا جدا جدا. بس ودي حاجه يعني كنت قاعد ملموسه جدا بيني وبين عمر يعني واحنا بنتفرج على الفيلم، فالحمد لله كنا مبسوطين جدا جدا، وكان حاجه مشرفه لينا يعني الحمد لله. Thank you so much. وأنا كمان حبيبي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو هذا الفيديو مع أصحابكم، وما تنسوش تديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.